تمكن عناصر فرقة البحث من وضع حد لشبكة إجرامية تنشط عبر الولايات الجنوبية للوطن، وأثناء مراقبة وثائق المركبة وإخضاعها للتفتيش الدقيق وعبر بداخلها عبر كمية من المؤثرات العقلية تقدر عددها ب 7500 كبسولة من مواد صيدلانية ذات مؤثر عقلي ذات منشأ أجنبي، كانت مخبأة بإحكام داخل الصندوق الخلفي للسيارة ليتم تحويل عناصر الشبكة الموقوفين إلى مقر الأمني وحجز الكمية كمية المؤثرات العقلية.